السلام عليكم خوتي خواتاتي، يعني كما جيت لكم يعني في الحلقه الثانيه، كما قلت لكم في الحلقه الاولى كنت نخلط الدهان، الان راني صبغت بالكولور ديالي اللي كنت قبل وريتكم خلط هذا هو اللي هو هذا. انا كنت شويه تشوفوا هذا هو اللي خلطته، هانتوما كي كتشوفوا مات الومنيوم هذا في البروديك، ها هو انتوما كما كتشوفوا ها هو مدهنا به الطابله ديالنا، ها هي خدمها نجار بهذا الشكل كي كتشوفوا. يعني بغيت نقدم لكم هذا الكولور لان الذهبي الدوغي ما الناس صافي بدات كتقنط منه، هذا باقي لي نزيد له هنايا الزفت، غنزيد له الزفت هنايا كحل، وغادي نصور لكم فيديو ان شاء الله وغادي نقدمه لكم. المهم هما كتشوفوا كي كيجي، كاين بعض الناس ما يحبش هذاك الزفت، يبغي كيحبوا انه يبقى هكذا. المهم هما نتوما كي كتشوف هذا راه ما منقوش عند مون الروبو، هذا راه منقوش عند مون الخشب باليد، هذا منقوش من اليد، هي باش تكونوا عارفين هذا راه ماشي الروبو، هذا راه باليد هذا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتمنى انكم تشاركوا معنا في القناه وتجي تشوفوا الجديد ان شاء الله يكون النهار الجديد. المهم انا غادي نكمل الخدمه، غادي نوريكم كيفاش كيكون الشكل النهائي، وترقبوا معي واحد الفيديو غادي نحطو الان تاع واحد الدرهم، كولور ديال الدرهم هنا مازال غادي ندير لهم المات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.